انت سلاوي، انت سلاوي، انت مخبي. لا ده سلاوي مخبي السلاوي. هو انت مخبي يا لعيب مخبي. اهو السلاوة اهو. انت سلاوي عجيبة، شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. عموما كتب لابنك السعد يا حاج، ابنك هيتظرف لمدة 5 سنين. 5 سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنة، يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت ايه يا حاج؟ انت معايا ولا جايب النهاردة؟ و750,000 دول يعملوا كام مصري؟ ايه ده؟ يعملوا كام مصري؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه لي؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة والله زينة. ده انتوا لقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه، اللي هم 150,000 جنيه وعربية مرسيدس ماركة تويوتا. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. انا هجيب له شقة في القاهرة وحماماتها في الجيزة على النيل اول الصحراوي، يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما عزيز او فاتن حمامة تقريبا، عشان ما اقدرش اكذب عليك انا راجل كوريكتو. زينة والله زينة. بس في حاجة يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وايه الشرط الغزائي ده؟ شرط ايه يا حاج؟ وانا جاي اشيلك البواسير. شرط ايه؟ بقولك شرط جزائي، هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه. يعني ما تبعبعها شوية يا اخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين.